انا جمعتكم هنا النهارده بعيد عن الوكر عشان انتوا ناس كبار وعاقلين وهتفهموني. الدنيا بهوقت مننا وشكلنا كده ممكن الانجليزي بقرشونه. خير يا باشا؟ ما عليك، احنا مش فاهمين سعادتك تقصد ايه بالظبط. موضوع الخفاش، موضوع الخفاش ده وسع مننا قوي، لازم يقف خلاص. ليه يا باشا؟ ليه؟ الخفاش وسع من وسع وسع، الناس هتفضل معتمده على الخفاش ده، خلي بالك صح؟ هيفضلوا مستنيين الخفاش يعمل لهم كل حاجه. ناس محتاجين الخفاش او اي بطل عشان ان هم يعني يبقى مثل اعلى ليهم، يحبوه، يهز هبه الظلم ويهز الظالمين، بس في الاخر هيفضلوا معتمدين عليه طول عمرهم. لازم هم بقى كمان يكملوا الطريق. هو ده حتى الكلام اللي بيقوله الفيلم. وايه المشكلة يا باشا؟ يعني لما الناس يبقى ليهم بطل يحبوه ويتابعوا حاجاته. خلاص، لا هو دي حاجة منتهية وده قرار نهائي. هنهدي اللعب خالص ونخلي الأمور تاخد مجراها الطبيعي. اتفضل معاليك. شكرا يا عثمان. اعذرني اتدخل يا باشا. اتدخل، الغي. أنت ليه عايز تلغي فكرة الخفاش دي؟ الفكرة دي من أيام الإنجليز من الظهر. ده خلاص قربوا يعلنوا استقلال مصر. امبارح لقيت في جورنال انجليزي عاملين فيه تحقيق بيقول ان نص العساكر جالهم تبول لا ارادي من كتر الخوف من رجل الخفاش، والعساكر التانيين اللي راحوا بلدهم جالهم والعياذ بالله. ايه؟ والعياذ بالله. ايوه. ايه؟ اللهم احفظنا. يعني اللي هو ايه؟ ما عادش فيه خالص. خلاص ما عادوش رجاله من كتر الخوف. طب ما تقولهاش في وشي. عثمان انا قلت لك قبل كده، قلت لك ان انا اي حاجه هعملها دلوقتي هتاثر عليا في المستقبل، يعني هيتاثروا يا عيني ولادي باي حاجه هعملها دلوقتي. سكر يا باشا، سكر والله. ما هو يا فندم لازم ولابد اي حاجه بنعملها دلوقتي لابد يكون لها تاثير في المستقبل. اقول له ايه ده؟ يا اخوانا الموضوع معقد، كونفليكس يعني، صعب صعب. انا فاهم انتوا عايزين تقولوا ايه، بس انتوا مش فاهمين انا عايز اقول ايه. انا بتكلم في حاجه تانيه خالص. ما تشركنا معاك يا باشا واحنا نفهم. والله ما هتفهموا اي حاجه. طيب ما تجرب يا فندم. قول انت بس يا باشا، واما فهمناش يبقى ليك الكلام. طيب قابلوني.